حضرة النبي بيعلمنا بقى مركزية صفة الحياء في الحياة. فمرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار بيعظ أخاه في الحياء، يقول له يا أخي يعني عايز يدردحه، يعني يبدو أنه عايز يدردحه برضه. فحضرة النبي قال له دعه، عايز يدردحه بالمعنى أنه هو يخرج ده. فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية وبرضه حضرة النبي يقول دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا عثمان كده في القصة الشهيرة بتاعت بئر قريس، بئر قريس، يقول إيه؟ كيف لا أستحي من رجل أن تستحي منه الملائكة. إذن الحياء قيمة عليا، قيمة أنا دايما أقول قيمة مركزية في هذا الدين. لذلك كل اللي بيحصل بعد كده من التجاوز على السوشيال ميديا أنا آسف يعني وبعض أشكال التعري على السوشيال ميديا سببه هذا المفهوم الخطر، وهو تحدي وأزمة الدردحة. لذلك احنا ساهمنا في تشكيل صورة ذهنية مجتمعية عن الدردحة، وصورناها على ان هي شكل من اشكال الشطارة، ومش هقدر اقول ان هي شكل من اشكال الرجولة، وان كان بعض الناس بيخلوا الرجالة دلوقتي فيها حركات مش كويسة، واحنا هو الولد اللي تحول للتحقيق ده كان يستحق، لان هو ده مش شكل من اشكال الرجولة، ولا دي دردحة ولا دي خفة، إن الواحد يكون بهذه الطريقة من الابتزال في محفل علمي. حتى إن كتير من البنات دلوقتي بقوا عايزين الراجل المدردح اللي هم بيسموه الباد بوي المفتح. على فكرة احنا لما بنعمل دورات المقبلين على الزواج بنحذر البنات إن هم يتجوزوا من الباد بوي. ليه؟ اللي مقطع السمكة وديلها ده هو كسر كم قلب؟ هو الشخص اللي مقطع السمكة وديلها ده جرح مين وهزق مين وداس على قلب مين؟ ده مش نموذج الراجل اللي يكون في ذهننا ونربي أولادنا عليه. لكن في الحقيقة في فرق كبير جدا جدا ما بين الدردحة من غير حدود وما بين الرجولة. الرجولة بتظهر في الإنسان اللي بيحب الوعي والمعرفة والواقع وينفتح على العالم، ولكن بمعايير ورشد. فمش أي شيء أقبل أعمله. الرجل بيظهر في الشجاعة والتعبير عن النفس من غير خوف وتحمل المسؤولية من غير هروب، وفي نفس الوقت تظهر في الاحترام. الراجل هو المحترم، الراجل هو اللي بيحترم الناس، الراجل اللي هو ما يدس على قلب حد ولا يتجاوز مع حد، الراجل اللي بيقف عند حدود القيم، الراجل كمان اللي بيعرف ازاي وهو بيتحرك في الحياة يتعامل مع الأعراف، وازاي يظهر الشهامة وحب الخير وينشر الجمال في الحياة. هو ده الراجل، الراجل اللي عنده حياء. الراجل مش الرجولة، مش انك انت تتجاوز الحياء مع البنات، لا مش الرجولة دي ودي، ومش ممكن يكون التجاوز الحياء مع البنات. ما ينفعش ان احنا نقول للاولاد ان احنا نربي الاولاد على تجاوز الحياء مع البنات، وبعدين نيجي نقول هو التحرش بيجي منين؟ ما احنا لازم نتكلم بصح بجد يعني. طب نعمل ايه بقى للتعامل مع هذه الحكاية؟ تعالوا بقى نقعد كده ونشوف الحلول ايه. اول حاجة لازم نتعامل مع أولادنا إن في حوار، والحوار ده رايح جاي، ولازم نسيب أولادنا يعبروا عن أنفسهم بأريحية في إطار من الأدب والاحترام في أمان. كل ما خليت وإنت الولد ابنك وهو بيتكلم لازم عشان ما يعملش تمرد ويجيلك بالدردحة السلبية خليه يعرض رأيه بأمان وباحترام. خلي ابنك يشوفك وإنت بتحترمه فيتعود على إن الاحترام جزء من الحياة. تاني حاجة عايزين نرجع تاني نربي أولادنا على القيم ومعاني الأدب، ويبقى الأدب دوت من مدخل إن ده جمال ولين، مش بطريقة اتهامهم إنهم عندهمش أدب وإنهم قلات الأدب. لا، إن الأدب ده جمال، أدب ده حلاوة، أدب ده شياكة، الأدب ده هو دوت اللي بيخلي الحياة ليها طعم. المداخل دي ممكن أولادنا يتبنوها، مش مدخل إن أنت مش مؤدب فيجي يقولك ما هو أدب في عصركم غير الأدب في عصرنا. لا، نخليهم نحسوا ان الادب ده جمال، الادب ده رقه، رحمه، لطف مع الناس. تالت حاجه عايزين نحاول نقدم لاولادنا نماذج بتقدم قيم جميله في حياتنا، وهي موجوده على السوشيال ميديا، بتتكلموا بلغه اولادنا ونعرفهم على ده، وده شيء مهم جدا 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 ان احنا نقدم النماذج دي لاولادنا. وسهل جدا ان اقول له ايه رايك في ده وبعد كده اكمل معاه. أنا شايف إن في إجراءين كمان مهمين جدا. الإجراء الأولاني
لازم نقعد مع أولادنا قعدة أسبوعية، نسيب أولادنا يديروا الحوار ويعرضوا علينا موضوعات جديدة، لأنهم لما يتكلموا معانا في الموضوعات الجديدة وهم اللي بيديروا الحوار يبقى عندهم مساحة فيها حدود للحوار، فيتعلم الحدود والحدود دي تنزل في شعور الأعماق. ونخليهم إحنا بنسمعهم بس، حتى مش هنتكلم، هم اللي بيتحاوروا قصاد بعض، هم اللي بيتحاوروا مع بعض وإحنا موجودين. وفي لحظة من اللحظات هيجوا يقولوا لكم طب وانتوا إيه رأيكم؟ تقول الرأي بهدوء بدون اتهامات بدون نقد. الحاجة الأخيرة إن إحنا لازم نعملها إن إحنا دايماً لازم نبقى قريبين من أولادنا، إياكم والبعد عنهم. لو هتبعدوا عنهم أكيد حد هيشغل مكانكم، وساعتها هيرجعوا لكم مش بالدردحة بس، هيرجوكم بحاجات كتيرة. خلينا قريبين من أولادنا عشان أولادنا محتاجين لنا في زمن السيولة، عشان يبقى عندهم مطلق، وعشان يبقى عندهم مرجع، وعشان يبقى عندهم عمود يتسندوا عليه. أولادنا محتاجين يتسندوا على حاجة، يا رب اجعلنا يا رب العالمين سبب من أسباب مساندتهم وسبب من أسباب دعمهم يا رب العالمين، واجعلنا يا ربنا سبب تيسير وحسن وجمال وخير ورحمة لأولادنا في كل وقت وحين.